السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسماعيل في دايت في دقيقة. ان شاء الله النهاردة هقول لكم عن السر بتاع الحرق، عن المشروب الساحر اللي هينسف لكم كل الدهون، المشروب الحارق. بس اكشلي هو مش مشروب تشربه، هو مشروب لعقلك، لان مفيش حاجة في الدنيا اسمها مشروب اشربه يحرق دهون. مفيش حاجة اسمها اكل شطة فالدنيا تولع فالحرق يشتغل. هديك دلوقتي مشروب مكون من 5 مكونات هيعلوا معاك الحرق، ومش بس كده هيحارب معاك كمان ثبات الوزن. ما هو ثبات الوزن نتيجة ان الحرق قليل، خليك برضو دي في دماغك ويا رب نخلص في دقيقة. اول حاجة ممارسة الرياضة، بديهيا لازم اوصل لمرحلة النهجان او امارس الرياضة ان شاء الله ماشي ساعة في اليوم عشان جسمي يبتدي يحرق. تاني حاجة ابتدي انام كويس عشان الكورتيزول او هرمون الاسترس يقل فالحرق بتاعي يزيد، والجي اتش او هرمون النمو يزيد فيزود معايا عضلات فالحرق يزيد. حطها في دماغك، انا تارجتي ان انا ازود عضلات عشان الحرق يزيد. طيب ازود عضلات، طب ده تالت حاجة بقى ان هو 70% من اي عضلة عبارة عن مية، فالمفروض ان انا ازود شرب مية فعلي معايا عضلات. رابع نقطة ودي أهم نقطة، بص لو إيش بالذي وقف على دماغه ما تاكلش أقل من 1200 سعرة. متخيل؟ المفروض تدخل لجسمك احتياجه بالظبط، احتياجه بالظبط. ما ينفعش إن أنا آكل 800 سعرة أو آكل أقل من احتياج جسمي ومنتظر إن أنا أخس. هتخس أول أسبوع كويس جدا، تاني أسبوع هيبتدي حرقك يقل وهيبتدي تعاني إن الوزن اللي كنت بتنزله في الأول بسرعة ما بتنزلوش تاني بسرعة. بعد كده هيبتدي تنزل حاجات طفيفة، بعد كده وزنك هيثبت فالله يكرمك، وكمان جسمك مظلوم وزعلان فالله يكرمك، خد احتياجك من الاكل. اخيرا واهم حاجه لزياده الحرق الصيام المتقطع، دايما دخل مع الدايت بتاعك صيام متقطع شبه ما اخواتنا بتوع الكيتو بيعملوا. دخل صيام متقطع هيعلي معاك الجي اتش، انا دايما بحب افهمك هيعلي معاك الجي اتش فالعضلات هتزيد فالحرق هيزيد. شكرا.